بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. في برنامج كلمه في سرك، كلمه في سرك الايام دي اكتر من ثلاث ارباع القعدات الناس بيحكوا في الغلاء، بدل ما نقعد مع بعض ونقرا لنا شويه في سفر الانبياء او في الاناجيل الاربعه او في المزامير، واحد يقول اللحمه ب 350 والتاني يقول ده 375 والتالت يقول، وبيجي الإنجيل بتاعنا الغلاء. متى 6 من 26 إلى 34 يقول لا تهتموا ماذا نأكل ماذا نشرب وماذا نلبس، أبوكم الذي في السماوات يعلم إنكم تحتاجون لك هذه الأمور كلها، ولكن أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره. كلمة بسرك، مش هنقدر نتغلب على الغلاء إلا لو قعدنا طول جزر نقرأ في كتب الله. مش هنقدر، كلمة بسرك، مش هنقدر نقضي على الغلاء. لا يكمل يقول لا تهتموا للغد، الغد بنفسه يهتم، يكفي اليوم شره. النهارده اكلنا ايه، شربنا ايه، عملنا ايه، اخر اليوم اشكرك يا رب عدى بسلام. كلمه بسرك دلوقتي حتى بعد الاجتماعات الروحية وبعد القداسات نجلس معا ونتناقش في الغلاء. على رأي أحد الناس قال طب احنا عاوزين الفول المدمس والزيت، والنهاردة قالوا لي في الكافتيريا جبنا شوية زيت كتار وزيت شوية فول كتار وشوية كتار، كتار كتار، ليه كتار؟ عشان قبل ما يغلى لا تهتموا. كلمة في سرك، كل ما الغلاء يبقى في ذهنك ردد مع متى 6، متى 6 اللي بيقول من 26 لا تهتموا بماذا نأكل ماذا نشرب نلبس ايه، ابوكم الذي في السماوات يعلم انكم تحتاجون، يعطي للبهائم طعامها. اقول يا رب تدي البهائم طعامها، سيبنا احنا. 5 عصافير تباع بفلسين، 5 عصافير تباع بفلسين. خلي بالك، كلمة بسرك، كل عصفورين بمليم بفلس، والواحد على البيعة، وحتى على البيعة ربنا ما ينساهوش، ربنا ما ينساهوش، وواحد منهما غير منسيا أمام الله. لا تهتموا للغد، لا تهتموا للغد، والغد بنفسه يهتم، يكفي اليوم شره. كلمة في سرك خليها في بالك، اللي بيعوز البهايم ويعطي للبهايم طعامها، والغربانة التي لم تدعوه يعطينا. كل ما يجي الغلاء فكر في ذهنك، فكر في الغلاء، زي ما قلت في يوم من الأيام بطين يكفوا ولدين، وبطين مع شوية فول يكفوا 5 ولاد. والحل للغلاء الموجود في هذه الأيام أن نرجع للكتب المقدسة، نسلح بالكتب المقدسة. لا تهتموا بماذا نأكل وبماذا نشرب، أبوكم يعلم، يعطي للبهائم قوتها. لا تهتموا، كلمة في سرك أقولها لك أنا وأنت مع بعض، اللي خلقنا مش هنسونه، اللي خلقنا
مش هينسانا، اللي خلقنا مش هينسانا. إذا كان لا ينسى الأسود في الصحراء ولا البهائم، ويعمل نفسه أنت مش موجود يا رب، يعمل نفسه أم، يقول وإن نسيت الأم رضعها أنا مش هنساكم. اللي خلقنا مش هينسانا، تعلمت هذا الإكسبريشن، اللي خلقنا مش هينسانا من كثير من السيدات. واحدة في الصعيد معاها بنتها عشان عاوزة تجوزها مش عارفة تجوزها، فكانت تيجي في الصبح أول ما النور يشق وتقول له أنت يا رب، أنت يا رب اتجوز البنت. اللي خلقنا مش هينسانا، كلمة في سرك كل ما أنا وأنت نخاف من الغلاء اللي موجود نرد على الغلاء ونقول اللي خلقنا مش هينسانا. تعلمت هذه العبارة من واحدة من الستات اسمها ست أم جرجس، وكانت الست أم جرجس الشغلانة بتاعتها مش بيزنس مان ولا حاجة، كانت ست مسكينة وبتبيع شوية بقدونس مع بصل مع كرات كده يعني. واحد من جماعة الموظفين اللي موجودين جنب الست أم جرجس وبتبيع، هو طالع كده يجيب الفطار ويروح يقول لها يا خدي جنيه يا أم جرجس وهاتلنا شوية بقدونس وبصل وكده يعني. وفي يوم من الأيام قال لها أنت بتبيع بكم في اليوم يا أم جرجس؟ قالت له بحوالي 50 جنيه. الكلام ده من 15 سنة مثلا. قال لها وأنت أمال تعيش إزاي يا أم جرجس؟ قالت له اللي خلقنا مش هينسانا. اللي خلقنا مش هينسانا. وكان أم جرجس معاها جرجس ومعاها مرنة. والراجل الموظف عدى على أم جرجس قال لها بقول لك إيه يا أم جرجس؟ أنت معاك غير جرجس ومرنة؟ قالت له اه معايا بنت اتخرجت من الجامعه. كلمه بسرك، كلمه بسرك، انت ما قلت لسانها رب. نام في الليل وحط في بطنك بطيخه صيفي واطمن اللي خلقني مش هينسانا. قالت له معايا تاني بنت خرجت الجامعه، ولد في تالته جامعه، وبت واد في اعدادي، واترملت على ابوهم من 10 سنين، وابوهم ما كانش معاه حاجه، وكان معاه جراد طين، واخوه طماع قوي، مضى الراجل عشان ما بيخبرش باللفظ بتاعها، ما بيخبرش يمضي، مضاه على على الجراد الطين، وانا قاعده وشغاله مع الولاد، لكن يا فندي اللي خلقنا مش هنسانه. كل ما يجي أمر مادي في ذهني أقول يا رب، يقول أنا هير يم هير، اللي خلقنا مش هينسانا، ويشاركنا أنا هنا خلقتكم، كما قيل عن الست العذراء أم النور لما كان ربنا يسوع المسيح على الصليب قالت يا ابني وإلهي لما كنت صغير كنت أهتم بيك وتاكل وتشرب وهتم بيك كطفل، دلوقتي بجوار الصليب بتاعك ما عنديش قدرة أن أشيل منك الألم، ما عرفش أشيل الألم منك، لكن بقول لك I'm here، أنا هنا. أول ما يجي الغلاء في ذهني وأفكر أكل إيه ونشرب إيه ونلبس ايه، يقول لي ابوكم السماوي يعرف انكم تحتاجون، واجاوب عن هذه الاهتمامات. اللي خلقنا ما تنسناش، احنا ما نستحقش اهتمامك بينا، لكن انت اللي خلقتنا مستحيل تنسانا. على رأي أحد الخدام البسطاء قال ربنا تورط في حبنا، واللي كان ربنا تورط في حبنا،
وعدم أمانتنا لا تبطل أمانتك، وتظل أمينا حتى لو خنتك، وتشرق بشمسك على الصالحين والطالحين، وتعطي للكل طعامهم في حينه، وأعين الكل تترجاك، عشان مفيش غيرك، تترجاك عشان مفيش غيرك يا رب. قالت له عندي وأبوهم ماتوا وكان معانا جرات. قال غبت عنها كده شهر شهرين ثلاثة، ورحت قلت لها يا أم جرجس، قالت لي أنا مخليالك فطيرة بالجرنان عشان عقبال عندك وعقبال اللي معاك. ميرنا اتجوزت، ما قلت امبارح لجسة. قالت له جالها عريس، كلمة بسرك واضحة قوي في ودن الكل، اللي خلقنا مش هنسانه، يعطي للبهائم طعامها، يهتم بالعصافير مش يهتم بينا، وكل أمورنا مش في الأكل والشرب بس، ولا في اللبس، في كل الأمور، كبير وصغير، كبيرة وصغيرة. هنقول لمين يا رب؟ ليس لدينا آخر سواك، ليس لدينا. قلت له ميرنا جالها عريس وما كانش عندي ولا اي حاجه، ولا كوبايه حتى، ولا 100 جنيه في البيت. وميرنا قالت لي يا ماما بدل ما تقولي الهم ما فيش اداء العريس ده. قالت لها لا يا بابا، لا يا ماما، اللي خلقنا مش هيسيبنا، مش هينسانا، خلقنا مش هينسانا، روح نامي، واللي خلقنا مش هينسانا وتتدبر. قالت في الصبح لقيت الباب بيطرق بشده شديده قوي، ولقيت عم الولاد معاه 150,000، وقال لي ظهر لي واحد من الشهداء وماسك السيف بتاعه، ما نومنيش امبارح، وقال لي خد الفلوس وديها لميرنا عشان هتتجوز، اللي خلقنا مش هينسانا. كلمة بسرك وتطمنك وتطمني. طب احنا عايشين في الأديرة ازاي وفي الكنيسة ازاي؟ خلقنا مش هينسانا، خلقنا مش هينسانا. كلمة بسرك حطها في ذهنك وخليها واضحة في ودنك، أنا وأنت اللي خلقنا مش هينسانا. تعاشى الأنبا إبراهام اسقف الفيوم والجيزة، يقول لعزنا ولعزنا. قالت روحت صحيت ميرنا وقلت لها بص يا ماما، مش قلت لك إن اللي خلقني مش هينسانا؟ ده عمك جاب لك 150,000، اتجوز يا ميرنا، افرح يا ميرنا، اتجوز يا بابا، ما تفكش العريس، لأن اللي خلقنا مش هينسانا. عاش الأنبا إبراهام اسقف الفيوم مجيد، يقول لحزنا والعزنا، إن اللي خلقنا مش هينسانا. وقيل عنه إن في واحد وواحدة متجوزين ما بيجيبوش ولاد، وصلى لهم وجابوا ولاد، وكان الأنبا إبراهام مع واحد من الآباء اسمه أبونا إبراهيم، كانوا في القاهرة، وهم راجعين راح أبونا إبراهيم قال لي سيدنا خلي بالك معناش فلوس بتاعت التذاكر. قال له روح المحطة يا ولدي وربنا يدبرها. وهم قاعدين في كرسي في المحطة لقوا أبونا إبراهيم، لقوا واحد ببص في شيء كده، فقال له في إيه؟ قال له مات سيدنا أنبا إبراهام بتاع الفيوم. قال له آه. قال له طب إحنا سيدنا صلينا عشان يجيب ولاده ويبنى، وكنا رايحين دلوقتي أنا والمدام نروح له الفيوم عشان نديله النذر بتاعه، ممكن تدهوله هنا؟ لا طبعا ادهوله هنا، وسلموا على سيدنا وادوله النذر، قالوا له متشكرين
وطلعوا التذكرتين كانوا رايحين بهم الفيوم ودوهم لسيدنا، وسيدنا اداهم لابونا قال خذ التذاكر يا ابونا. يا سلام على الكرب، يا سلام على الكرب، بتكسفنا. واجب يا رب كل يوم، كل ما في سرك كل يوم اقول لك اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك على الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، متشكرين يا رب. وفي النص التالي عند الفجر كده اقول لك معلش تعبت انام، اكملهم لك بكره عشان ما خدتش حقك. كلمه في سرك اللي خلقنا مش هينسانا يا رب في هذه الايام وسط هذا الغلاء. وتقول كنت جوعانا فاطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، هات اللحوم والفراخ والفاصوليا والحبوب، وعدي على كل مكان محتاج، وحنن قلوبنا ونات المساكين. انت اللي خلقتنا مش هتنسانا، زور كل الأماكن اللي فيها تعب فيها غلاء. كلمة في سرك لا داعي لا تهتموا ماذا نأكل وماذا نشرب، لا تهتموا لماذا نأكل وماذا نشرب ماذا نلبس. أبوكم الذي في السماوات، أبوكم الذي في السماوات، وإحنا بنتكلم معاك نقول لك يا بابا، أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك. وكل طفل جعان يقول يا ماما، وكل طفل محتار يقول يا بابا، وليس لدينا إلا بابا وماما. أنت بابا وأنت ماما، أنت الأخ، أنت الكل، كل في الكل، كل في الكل. ولا اتركوا ولا تهتموا للغد، واتركوا الغد يهتم بنفسه. كلمة في سرك، كل ما تفكر في الغلاء، كل ما تفكر في الغلاء قول اللي خلقنا مش هينسانا. ولنا المجد دائما أبديا آمين. كلمة في سرك حاجة جميلة لما الواحد يتدلع من ربنا. ربنا في داخلك وفي الداخل بتاعي، حتى لو كنت السامرية يا رب حنن قلوبنا. كل من هو جعان يقول لك يا رب أنا جعان، يا رب أنا عطشان، يا رب أنا مريض، يا رب أنا غريب، يا رب أنا محبوس، يا رب يا رب امفتح يدك اكملي جيبك، وامسك يدك يتخرم جيبك. سلح نفسك برشم علامة الصليب، احنا محتاجين بركة ربنا. اقول له بحبك يا رب، بحبك يا رب، انا بحبك يا رب. الكنيسة بتاعتنا كنيسة سماوية موجودة على الارض. ما دمت في سفينتي ربي انا مرتاح.